السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل تحلية بسيطة جدا وسهلة جدا، بمكونات متوفرة في أي بيت وطعمها جميل جدا جدا، ولو عملتوها مرة بجد يعني مش هتبطلوا تعملوها لأنها حاجة حلوة جدا. احنا عندنا تقريبا دولي 2 لتر لبن، وعندنا 2 إلا ربع كوبايتين سميد، دقيق سميد، وعندنا يعني 1 إلا ربع كوباية سكر. دي المكونات بتاعتنا. احنا كل اللي احنا هنعمله هنقلب السميد بتاعنا في اللبن بالطريقه دي. على البارد اول، هنعمله على البارد وبعدين ايه نحطه على النار. هو سهل جدا جدا، مش بياخد وقت مننا ابدا، سهله جدا بصراحه الوصفه دي. نحط السكر، هنقلب يبقى كويس كده، وبعدين نجيب بقى حله وعاء واسع شويه عشان ده طبعا ايه كتير قوي عليه. هنولع، هنحطه على النار بقى نشوف هنعمل. هنحطها في حله على النار بالشكل ده كده، وهنسيبها لحد ما تغلي معانا. اهم حاجه نقلبها كويس جدا عشان ما يبقاش في اي تكتلات معانا، احنا عايزينها نعمل بالطريقه دي. ونقلب، لما نلاقيها بدأت تتقل كده معانا هنبدأ ناخدها بقى ونحطها في الصينية بتاعتنا. كده بدأت ما شاء الله تتقل معانا. هنحضر بقى صينية ونحطها فيها. هنحطها في صينية بالشكل ده كده. الصينية دي مقاس 35، لو انت هتعمليها في صينية مقاسها 26 يبقى نص الكمية دي. يعني احنا حاطين 8 كوبايات لبن، لا تحطي 4 كوبايات لبن، لان دي صينية كبيرة فبنضعف الكمية لما بنحط فيها الكمية دي. دلوقتي هنسيبها لما تبرد خالص، وبعدين نحط نزينها بالكريم شانتيه، وبعدين نشوف شكلها في الاخر عامل ازاي. هنحضر الكريم شانتيه بتاعنا. عندنا 2 كوباية كريم شانتيه خام، هنحط عليهم 1/2 كوباية سكر بودر، ونحط عليهم 2 كوباية ميه بالطريقه دي كده. Thank you.
هي دلوقتي بردت خالص معانا بالطريقه دي كده. هناخد الكريم شانتيه اللي احنا عاملينه ننزل عليها بيه كده بالشكل ده. الطريقه دي كده هي ما بتاخدش مننا اي وقت ابدا وطعمها حلو جدا سهله وسريعه ومكونات بسيطه جدا ومش مكلفه ابدا مفيش اي تكاليف. احنا اصلا مش هنقطعها الا لما نتلج، برضو هنتلجها بعد ما نخلصها خالص ونزينها خالص هنسيبها تتلج شويه وبعدين نقطعها. الطريقه دي كده بقى ببساطه نجيب عندنا جوز هند مبشور نحط عليها بالطريقه دي كده جوز هند مبشور سهله قوي 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 وجميله جدا وبجد لو عملتوها يعني مش هتبطلوا تعملوها لانها جميله جدا طعمها حلو ومش مكلفه ابدا ابدا مش بتاخد منك اي وقت ابدا. وعندنا شوكولاته مبشوره هنحطها بالطريقه دي كده بالشكل ده.
الفرايدي كده. ما خدتش مننا اي وقت ابدا، وسهله وبسيطه جدا 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 يعني بصراحه، في منتهى البساطه يعني. ممكن برضو يعني نحط شويه كيرف برضو عشان يديها شكل جميل بالطريقه دي كده، بالشكل ده. حاجه سهله وبسيطه جدا جدا، ومش اخد ما خدتش مننا وقت ابدا بصراحه يعني. نحطها بقى في التلاجة حوالي كده نص ساعة لحد ما تتماسك شوية، وبعدين تتقطع.